بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق لكل مخلوق، من جعل الطين يسمع ويرى ويشم ويذوق، ووهب له العقل وهداه إلى الطاعة أو الفسوق، وترك له الخيار بين البر والعقوق. لا إله إلا هو شهادة التيقن والوثوق، لا ينالها صدع ولا شقوق. والصلاة والسلام على نبيه الصادق المصدوق، خاتم رسله من ليس مثله مخلوق. حنت له الجذوع وبكت له النوق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دام الغروب والشروق. لم يبق فيك اليوم غير مظاهر وموائد بالمشتهى تزدان، ومآذن تهفو البطون لصوتها، وتصايح تجري به الصبيان، وتكاسل طول النهار وسهرة رقص بها غمزت به الألحان. مشاهدين الأفاضل، أرحب بكم في هذا اللقاء الطيب وهذه الحلقة المتجددة من برنامجكم ظلموك يا رمضان، والتي بعنوان بيت الداء. يحضر معي في هذه الحلقة وفي كل حلقة في برنامجكم ظلموك يا رمضان فضيلة الشيخ الإمام الخطيب الأستاذ أحمد رباح. مرحبا بك سيدي الفاضل. حياكم الله أستاذ هشام، أحييك تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نحل عليهم ضيوفا نافعين، وأن تكون مادتنا إن شاء الله نافعة ماتعة، ولا نكون ضيوفا ثقلاء إن شاء الله. لا حياكم. أنت لست من الثقلاء، نسأل الله أن نكون كذلك إن شاء الله. بيت الداء، ماذا تقصد بهذا العنوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصف المعدة بأنها بيت الداء، فكل داء في الجسم مصدره هذه المعدة وما يدخل إليها، وكأنها هي أم الأمراض. وإذا تكلمنا أو وقفنا في برنامج ظلموك يا رمضان عند هذا العنوان، فإن نلفت النظر إلى ما يدخل إلى هذه المعدة من طعام وشراب. فنهار الصيام طويل، وخاصة في شهر الصيف، والمائدة عامرة والأنواع متكاثرة، وسيدة البيت لعلها تعمل الساعات ذوات العدد لأجل هذه المائدة الحافلة العامرة بخير الله سبحانه وتعالى. فرمضان كريم، لك الآن أن تتخيل صائما قد هده ودكه الجوع والعطش، وهو أمام طعام متنوع براق يلفت نظره ويدغدغ معدته. أنا اشتهيت الآن. فعندها الآن هو ممتحن امتحان آخر في نهار رمضان، ممتحن بالامتناع كلية عن الطعام. على المائدة هو ممتحن بالاقتصاد، بالتحكم، بالإدارة لهذه العملية، عملية الأكل. أستاذ هشام، هناك ملمح دقيق جدا، وهو أن الشيطان له مع ابن آدم سلسلة من الخطوات. أعلى شيء يريد أن يصل إليه الشيطان هو أن ينكر الإنسان وجود ربه، إن لم يستطع والعياذ بالله. إن لم يستطع عمل الشيطان معه على خيط آخر، وهو الشرك بالله، يقول له الله موجود لكن له شريك. إن لم يستطع دفع الإنسان باتجاه ارتكاب الكبائر والعياذ بالله. إن كان الإنسان على إيمان جيد أرسله باتجاه الصغائر، إذا كان الإنسان على ورع فتح له أبواب الخصام مع الناس، الانفعالات، الغضب، وسنتحدث عن ذلك في حلقة كاملة إن شاء الله. في معركة دائمة مع في معركة دائمة، وهو ينزل معه بحسب ما يمتنع الإنسان، بحسب ما تكون حصونه منيعة. ولكن في رمضان الشياطين مصفضة، لكن الشيطان خلال سنة كاملة درب هذه النفس على جملة من السلوكيات، منها هذه الأخيرة، إن لم يستطع لا أن يدفعه باتجاه الكفر ولا باتجاه الشرك ولا باتجاه الكبائر ولا باتجاه الصغائر ولا بالتحريش بين المسلمين، فتح له أبواب المباحات، قال له كل تمتع. فإذا استغرق الإنسان بالمباحات جاء يوم القيامة مفلسا. أظن بأن أم سيدنا مالك ابن أنس لما كانت تعممه كانت تقول له: يا بني احذر أن تكثر طعامك فيكثر شرابك فيكثر منامك فتأتي يوم القيامة مفلسا. وسيدنا أبو بكر له كلمة دقيقة جدا، كان يقول: إني لأبغض أهل بيت يأكلون رزق أيام في يوم. تخيل رزق أيام في يوم واحد، في يوم واحد
على المائدة يأكل غداءه وعشاءه وفطوره في وقعة واحدة. يا أخي على مهلك، قل كل بشيء يعني معتدل قدر الإمكان، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. نعم، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. سيدنا عمر رضي الله عنه له كلمة يوصي بها سيدنا عبد الله بن عمر، أيضا كلمة جميلة، يقول له: يا بني، كل في نصف بطنك، ولا تطرح ثوبا حتى تستخلقه، يعني حتى يصير خلقا مهترئا. نعم، ولا تكن من أهل يجعلون من أهل بيت يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. يعني كل ما رزقه الله يدفعه باتجاه إما الطعام وإما الشراب. يا أخي، هناك منصات أخرى خاصة في شهر رمضان، عندنا منصة العبادة بالصدقة، كفالة اليتيم، دعم ذوي الأرحام، الدعم المالي، تفقد الأرملة والمسكين، دعم الجمعيات الخيرية، القفة الرمضانية، إفطار صائم، الكرم، الجود، القرض، دعم المقبلين على الزواج. بعد رمضان تفتح أبواب الزواج الحمد لله على مصراعيها. هذا الذي مقبل على الزواج يحتاج لعله قطعة أثاث في بيته، يحتاج دعما لأجرة صالة عرسه مثلا، يحتاج شيء من المواساة. فالحمد لله في رمضان العبادات المالية منصتها مفتوحة، فلا داعي أن نجعل كل ما يرزقنا الله سبحانه وتعالى هو عبارة على أختصره على مائدة الطعام ثم أقول رمضان كريم. بعد هذا الطعام سأدفع الثمن تكاسلا عن العبادة في ليلة رمضان. شكرا أستاذ. ألا يحق لهذا الصائم؟ ربما يتساءل متسائل. نعم، ونحن هنا نجيب ونبحث عن مكمن الداء. نعم، ونحن نتحدث عن بيت الداء. نعم، قد يقول قائل: ألا يحق لي بعد تعب كبير وعطش شديد طيلة اليوم، نعم، أن آكل ما يحلو لي فيه بعد الإفطار وأثناء الإفطار؟ نعم، قضية الصيام ليست قضية معركة، غلبني في النهار سأغلبه في الليل، غلبني نهار الصيام سأغلبه في ليل الصيام. القضية ليست كذلك، القضية قضية مدرسة لها دروسها في النهار ولها دروسها في الليل. ففي النهار امتناع كامل، وفي الليل هناك تحكم، لأنه عندي برنامج عبادي، عندي صلاة التراويح، عندي التهجد، عندي حزبي من القرآن الكريم، ثم يعني يكون عندي وجبة السحور أتقوى بها على نهار رمضان بطوله. فلا داعي أن أنتقم من نهار الصيام الطويل بأن أكل كل ما على المائدة. هل هناك آليات تضبط هذا؟ لعلي أذكر بعض الآليات التي تعين تضبط النفس على هذه اللحظات الحرجة. نعم، نعم. هذا لعل من أهم الآليات في هذه اللحظة هو الإرادة، أن يكون الإنسان مريدا قبل أن يجلس على الطعام، مع أنه جائع ومع أنه عطشان ينوي ويريد أن لا يكثر من هذا الطعام حتى لا يتثقل عن برنامجه الليلي. إذن عندي برنامج ليلي، وهو الآلية الثانية، عندي برنامج مكثف ومضغوط ومأخوذ على محمل الجدية، أريد أن أنفذ هذا البرنامج. النقطة الثالثة نقطة مهمة جدا، وهي أن يأكل تمرات، يأكل تمرات، يصلي المغرب، يشرب كأس من الماء، التمر يحتاج إلى 10 دقائق حتى يصير في الدم، فيأكل بسلاسة، عنده إرادة، عنده برنامج، عنده تمرات، وقد صام في شهر شعبان على السنة فتعود على الصيام. تعود مع صيام الاثنين والخميس، بذلك تعود على الصيام وأن يأخذ حقه من وجبته عند المغرب. شكرا أستاذ أحمد. هي عندنا مائدتان فارغتان. نعم، هذا لأن برنامجنا رمضاني. لن نظلمه. نعم، ظلموك يا رمضان، هذا هو عنوان برنامجنا. شكرا لك أستاذ أحمد على هذه المعلومات القيمة. مشاهدين الأكارم، انتهت حلقتنا ولم ينتهي برنامجنا، نلقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهلت الرحمة والخير حل.